ritual. بسم الله. خلاص كده اكشن. السلام عليكم. النهارده معانا خامس مقارنه في الموسم الاول. هنقارن بين هارديز في مصر وهارديز في الامارات. ولان هارديز مش موجود في انجلترا فكريم النهارده هيبقى متفرج. والنهارده التجربه من البيت. فخلينا نقيس سرعه وجوده الخدمه وطعم الاكل في هارديز. انا صراحه متحمس جدا 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 للفيديو بتاع هارديز ده لان هو هارديز واخد حته كده في قلبي الصراحه. هارديز احمد هارديز لا محمد هارديز ايوه. هنقارن بين هارديز في مصر وهارديز في الامارات. مرحبا بكم في مركز اتصال هارديز للغه العربيه. واحد شايف في محمود معاك بس نور عايز اعمل اوردر اسمع اسمه احمد ايوه انا عارف كنت عايز كوردن بلو ساندويتش لا كوردن بلو كومبو ميديوم ولا لارج اللارج بس كريسبي ولا عاديه الكريسبي اللي هي الكيرلي كده في ساندويتش جديد لسه نازل كده حاجه فراخ صح اسمه جولدن حاجه جولدن شيكن فليه حلو قوي ايوه هو ده هات لي جولدن شيكن فليه ساندويتش سوبر ستار لحم مع كيرلي فرايز وكبسي لارج في ثاني بقى وعايز كوكي واحده اه 120 جنيه خلطه تنديز تمام شكرا جدا نلحق نشغل التايمر ترى ايوه للاسف ما عندهمش كوردن بلو زي ما هو موجود في مصر عند محسن فانا غيرته بساندوش تاني فراخ برضو في ساندوش جديد هما منزلينه اسمه جولدن فلي يعني قلت فرصه نجرب ساندوش لسه نازل شايف اعلاناته في كل حته وهو برضو ساندوش فراخ فهيبقى ساندوش فراخ قدام ساندوش فراخ تاني اللي هو كان كوردن بلو مستنيين تفيني يا هارديز هو قال قدامه 30 دقيقة فاحنا نستنى بقى نشوف لو هيجي فعلا قبل 30 دقيقة ولا بعد 30 دقيقة جدير بالذكر ان اول ما بتعمل الاوردر بيجي لك مسج على الموبايل كده بيقول لك ان انت ممكن تعمل تراك للاوردر وتشوف الاوردر هيوصل لك امتى وصل الاوردر هاردي لي وزن كده الوقت 29 دقيقة و24 ثانية في 28 دقيقة يعني قبل الميعاد بتاعهم بدقيقتين فده حاجة تحسب لهم والحساب كان 61 درهم 189 جنيه 99 قرش 90 جنيه مناديل سوبر ستار البطاطس الحلزونية اسمها كيرلي فرايز فهي حلزونية واخيرا وليس اخيرا جولدن فيلي الكوكيز ومعانا أربعة كاتشب دي كوكي فرايز العب يا ملعب سوبر ستار اللي احنا طالبينه الكوردن بلو الفرايز جايبين معاهم مندلين مش كتير خالص وأربعة كاتشب خدمة توصيل 10/10 من ناحية الأكل أكل كله سخن فرايز سخنة كل حاجة سخنة بيبسي بس اللي مش ساقعه بدل 10 من 10 اديهم 9.5 من 10 عشان بس السقعيه بتاعت البيبسي ساقعه شويه خش بقى نبدا باول ساندوتش وهو الكوردن بلو تعالوا بقى نجرب ندوق ونشوف اصلا هو محتواه ايه زي لانشون كده فوق وجبنه وحته الفراخ وطماطمايه وخس وغالبا في مايونيز صوص تحت تعالوا ندوق ونشوف بسم الله مبدئيا هو كل حاجه سخنه الا الكوردن بلو مش سخنه قوي ولكن كطعم ده بالنسبه لي الساندوتش المفضل بتاعي في هارديز كوردن بلو بيبقى فراخ والعيش والكلام ده كله زمان اللي متابع بقى هارديز وبياكل كوردن بلو ده زمان الساندوتش كان بيبقى اكبر من كده والفراخ كانت بتبقى اكبر من كده يعني بدل ما يغلوا في السعر فمصغرين الساندوتش عشان كل حاجه غليت وبتاع لكن ده يفضل بالنسبه لي احلى ساندوتش في هارديز العيش شكله فريش جدا فراخ طماطم وخس وخيار مخلل يلا بينا نجرب لا حلو بص هو اولا هو مش سخن 100% يعني هو ما فيهوش السخونه اللي هي فاهم تحس ان هو لسه سخن جدا بس هو دافي القوام متجانس الفراخ نفسها معرفش عارفه باين ولا لا بس فيها حاجه كده زي توابل
لونه اخضر معرفش ده زعتر، بس هو في المجمل حلو مش سبايسي. تحس كده ان انا كنت عايز الجولدن ده يبقى عليه تشيز، هو ناقصه جبنه بصراحه لان هو مفيش عليه جبنه، ولكن هو كساندويتش حجمه مش كبير قوي ومش صغير قوي، فهو حجمه وسط. فيعني من الاخر ما ينفعش تاكله لوحده، لازم تجيب معاه حاجه تانية. يعني قشطه، هو ساندويتش حلو مش وحش، بس يعني مش ساندويتش واو، فاهم؟ يعني هو ده يعتبر من اجدد الحاجات اللي هم منزلينها واعلاناتها ماليه التلفزيون كلها، فانا توقعت ان هو يبقى حاجه بقى يعني فاهم اكله كده اتوهم. هو طعمه حلو ولكن يعني مش اجمد حاجه. ناخد قطمه كمان عشان نعرف ايه الاحساس. بعده الفرايز، كيرلي فرايز، معنى ان البطاطسايه المفروض تطلع كده كيرلي فرايز. تعال ندوقها ونشوف. هي دافيه مش سخنه قوي طبعا عشان عقبال ما وصلت يعني، ولكن بالنسبه لي دي تقريبا من احسن البطاطس اللي باكلها في حياتي في هارديز عموما. الكيرلي فرايز بتاعتهم دي حاجه لازم اللي يروح هارديز ياكلها، طعمها خطير. بس هي دي بردت شويه بس حلو، الكميه بتاعتها كبيره، ده اللارج المفروض، فظريفه برده. مش كيرلي فرايز ذهبية اللون، باردة ساعة، يعني دي الواضح عليها ان هي حتى لو اكلتها هناك ما كانتش هتبقى سخنة. الاوردر جه في نص ساعة وهم بعتوا لي مسج بعد ربع ساعة قالوا ان الاوردر طلع، وغير كده المكان على بعد 2-3 كيلو، المفروض الواحد يتوقع ان هي تبقى سخنة، هي مش سخنة خالص. بس شكلها حلو، حلاوتها هي شكلها. بطاطس للأسف، عارف البطاطس دي محتاجة ايه؟ محتاجة مايكروويف. حط في المايكروويف. دلوقتي البطاطس اعتقد هو ده بطاطس. بطاطس ليه كده هارديز؟ بطاطس زعلتني. ومعانا الحاجه القبل الاخيره سوبر ستار، ده انا اول مره اجربه في حياتي. انا من نوع الناس اللي هم بيروح مكان ويدوق حاجه تعجبه واقعد اكلها طول عمري، بقى لي مثلا 20 سنه باكل هارديز جولدن بلو ده ما بغيروش، فاول مره اجرب حاجه جديده دلوقتي من هارديز سوبر ستار. شايف سامع الصوت ليه وزنه كده وهيبته؟ سوبر ستار حقيقي، سوبر ستار من شكله، عيش خس طماطم بصل قطعتين من اللحم بينهم جبن سايح فوق وتحت. يا سيدي على الساندوتش فوق خالص في صوص احمر، العيش فريش شكله طري وسخن. تعالوا نجرب اول قطمه اللي هي فيها الطماطم والخس وكل حاجه مع بعض. يلا بينا. جوسي يعني طريه مش ناشفه خالص، فيها صوص كده تحس بالصوص بتاعها. العيش فريش، خس والطماطم والبصل فريش. ساندوتش كبير محتاج قطمه كبيره، محتاج بق كبير عشان يعرف يقطم القطمه. اللحمه فيها طعم الشوى، يعني هي هم يعني شويينها عندهم ففيها طعم الفحم كده اللي هو الشوى بتاعهم. الصراحه دي اول مره اجربها وعجبني جدا، يشبع. فكجوده ده معمول بالظبط زي ما الكتاب عندهم بيقول، مفيش حاجه غلط، كل حاجه فيه فريش، عيش فريش، السلطه فريش، الجبنه حلوه كميتها كويسه. طبعا في مشكله ان هو مش سخن برده 100% زي التاني، ولكن طعمه بقى عامل زي البيك تيستي بالظبط، نفس الطعم. ده محتاج معاه بطاطس سخنه اللي هي طبعا جت بارده، بس انا سخنتها عشان احاول اعيش التجربه. سوبر ستار ده مفروض من السيجنتشر بتاعه، من الاكلات الاساسيه في هارديز. هناخد قطمه كمان عشان نجرب، عشان انا جعان برده. سوبر ستار حلو مفيش كلام، يعني التاني برده كان طعمه حلو، بس سوبر ستار فعلا ساندوتش ليه طعم حلو وحجمه كبير يشبع. لو انت واخد ساندوتش ده معاه بطاطس وبيبسي فكله هيبقى زي الفل. السخون دوت احسن من التاني، سخن والله مش وحش. عندنا مناديل كتير مش زي محسن كل مره ما يجيلوش مناديل، ده حلو قوي. نوصل بقى لاخر حاجه معانا النهارده وهو اللي هنحلي بيه، وهي الكوكي، شوكليت شيب كوكي. طريه صراحه، تعالوا ندوقها ونشوف عامله ازاي. اما بتقطم القطمه بتبقى طريه، اول ما تقفل بقك على القطمه تحس مش ناشفه بايظه، تحس ان هي مقصوده، تحس كده في احساس اللي هو بتعصلك كده في الاخر، تحس ان انت في حاجه بتدوس عليها بسنانك عشان تقطعها. في حاجه بتاكلها لو ما بتاكلش بس حاجات مكسره في بقك وخلاص، لا ده فيها القطمه فيها احساس. بصراحه انا مش بأفر، فعلا هي فعلا حلوه. فاكرين الكوكوز في الفيديو اللي فات بتاع سابوي لما قطعناها كده ما قطمتش،
وصلي قطمت. في ناس بتعمل كوكيز تبقى كريسبي، بس ان هي تقطم كده ممكن يا اما تكون كريسبي يا اما تكون مش طازه. هي طعمها حلو جدا ولكن واضح عليها ان هي مش فريش. بص عمال ما اكتشف هتكون خلصت. رأيي في التجربة النهاردة صراحة من ناحية التوصيل احنا قلنا 9.5 من 10. من ناحية الاكل اكله كله حلو جدا بصراحة، مفيش حاجة اشتكي منها. انا بس كان نفسي كوردن بلو كبروه شوية زي زمان. ساندوش المفضل بالنسبة لي يفضل كوردن بلو او كوردن بلو على حسب، لان يعني هو ده اللي انا باكله من صغير وده اكتر حاجه انا بحبها. البرجر انا شخصيا ما بحبش الاكل اللي هو فيه طعم الفحم، دي حاجه شخصيه يعني مش كل الناس المفروض تبقى زيي، عشان كده سوبر ستار بالنسبه لي مش قوي. بس بالنسبه للناس اللي بتحب طعم الفحم ده شويه مع البصل والطماطم وبتاع، سوبر ستار خطير. ساندوتش 10 على 10. البطاطس حلوه ولكن يعني كانت محتاجه تبقى اسخن شويه، معجنه شويه في بعض فغالبا عشان برده التوصيل والكلام ده كله، فدي المفروض بقى تبقى على ذنب مين مش عارف. بس كتجربه اوفر اول هارديز بتاع مصر الصراحه شكله هيعمل شغل عالي بصراحه. يعني انا ماليش اكله مفضله من هارديز لان انا مش من زباينه الدائمين، ولكن لو رحت اكيد هطلب السوبر ستار ده لان هو ساندوتش كبير طعمه حلو وبيشبع. بشكل عام رايي في التجربه، الدليفري جه بسرعه بس برغم كده كان الاكل مش سخن. البطاطس يعني فعلا ما تتاكلش غير لو تحطها في الميكرويف. الجولدن فلي شكله حلو جدا، فاهم يعني تحس كده ان هو طالع من الاعلان، كان مترتب وشكله حلو وكل حاجه زي الفل وطعمه حلو ولكن مش سخن، ودي حاجه ما تنفعش. وبالنسبه بقى للكوكيز، برغم ان انا يعني اكلت اغلبها طعمها حلو ولكن ناشفه. عايزين نعرف طلبكم المفضل من هارديز، اكتبوه تحت في الكومنتس. الفيديو اللي جاي بقى هيبقى اخر فيديو في سيزون 1 بتوع الاكل، ومصر هتبقى للاسف خارج المقارنه لان المطعم اللي احنا مختارينه عشان نعمل عليه المقارنه مش موجود في مصر. عايزكم بقى تقولونا في الكومنتس انتوا تفتكروا الحلقه الاخيره بتاعت سيزون 1 اللي هي بقى الحاجه الكبيره بقى يعني هننهي بسيزون 1 هتكون فين. ما تنسوش تعملوا لايك لو انت اول مره موجود في القناه، ما تنساش تعمل اشتراك في القناه وتفعل جرس التنبيهات، حط لايك على الفيديو واكتب كومنت قول ايه الحاجات اللي انت عايز تشوفها في الفيديوهات الجايه او في المواسم اللي جايه. احنا بنشكركم جدا على كل الدعم اللي انتوا دعمتوه للقناه من اول ما بدات لغايه دلوقتي، وان شاء الله الشغل الجاي بكل بساطه ما شفتوهوش في اي حته. يلا سلام، شوفكم الفيديو الجاي مع بتوع الاكل. الله الاكل الكتير ده، احنا لازم ايه نعمل لكم بقى عشان انا مسافر دلوقتي. مفاجاه اعمل لكم مفاجاه والله، طيرت كمان نص ساعه. خد الكوكي دي دوقها، ايه رايك فيها؟ ناشفه شويه صح؟ خدها. وانت ايه رايك فيها؟ مش حلو. ولازم ابقى في المطار كمان نص ساعه، ادوب اكل بسرعه عشان انا انزل. الفيديو اللي جاي العلامه بتاعته قريبه من بتاع برجر كينج. ده برجر كينج؟ لا ده دومينوز بيتزا. لا ده بوكو الله.